واقعة صادمة تنصف أقدس القيم التربوية لدى مرتكبها، حيث هز المجتمع العراقي تسجيل صوتي فاضح بين طالبة وأحد التدريسين في معهد أهلي بمحافظة كركوك وهو يتحرش بطالبته لفظياً. أوساط علمية وتربوية تساءلت كيف يمكن لأستاذ وضع ليكون مرشداً ومربياً أن يتجرأ على استغلال سلطته واستباحة براءة طالبة في مقتبل العمر بهذه الوقاحة. لنتابع مشاهدينا جزءاً من هذه الفعلة النكراء. استاذ خل اروح، والله استاذ انا جعت، والله استاذ كافي اروح. لا والله استاذ اروح كافي. استاذ والله استاذ شوف ايش خلصت عاد. استاذ شوكت. ليش تعلمت؟ استاذ والله ما ادري. استاذ انت شنو تشرح لي لو اروح؟ والله استاذ راح اتاخر همي انا الساعة 10. يا ريت بوسه. شنو؟ بوسه. استاذ شو السالفة؟ شنو السالفة؟ استاذ طيح والله. فعلة نكأت جراح الأوساط الشعبية باعتبارها ليست الأولى، بل جاءت ضمن حوادث مشابهة شهدها العراق خلال الأشهر الماضية في جامعات عدة، لتؤكد أن الإجراءات المتخذة والمعلن عنها لم تؤتي أكلها وأنها حبر على ورق. مختصون وتربويون يرون أنه لا يكفي تشكيل لجان تحقيقية أو إصدار بيانات تنديد، بل يجب اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الطلاب والطالبات من مثل هؤلاء المجرمين الذين تسللوا إلى المؤسسات التعليمية تحت قناع التدريس.